هناك أيضا جرى اقتراح استكمال تسجيل درب زبيدة الذي هو درب تاريخي وطريق للحج القديم يربط العراق بالمملكة العربية السعودية. كان هناك منذ مدة طويلة حقيقة عمل على هذا المشروع وإن شاء الله يتوج، لأنه يربط العراق بالسعودية، يتوج بتقديمه للائحة التراث العالمي في اليونسكو. ويبدو أن الزملاء في المملكة عملوا بجد ودأب على هذا الموضوع ومستلزماته مهيئة إن شاء الله قريبا.